أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، طليقة الفنان جورج وسوف تنشر صور نادرة لطفلتهما عيون، وأصبح عمرها الآن 7 سنوات، وتعرف على قصة زواجهما وطلاقهما ومعلومات أخرى. أهلا بكم. ندى زيدان هي الزوجة الثانية للفنان جورج وسوف، حيث تزوج الثنائي عام 2014. وقد كشفت ندى زيدان أنها التقت بسلطان الطرب في مستشفى سبيطار في قطر. وحيث تعمل هناك رئيسة قسم شؤون اللاعبين، بالإضافة لكونها بطلة راليات، حيث أشرفت على حالة الفنان جورج وسوف لتولد بينهما قصة حب من النظرة الأولى. وأكدت ندى زيدان في تصريحات مختلفة أن زواجها من الفنان جورج وسوف تم على الطريقة الإسلامية على يد مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون. كما قدم لها المطرب جورج وسوف خاتم زواج بتوقيع شركة المجوهرات الراقية تشوميت، أحضره خصيصا من إيطاليا، وأنجب منها مولودة في الدوحة اسمتها عيون عام 2015. وزواج الفنان جورج وسوف وندى زيدان لم يستمر طويلا، حيث وقع الطلاق بشكل سري في عام 2016. وفي عام 2017 خرجت ندى زيدان عن صمتها، موضحة أن الطلاق لم يكن نابعا من أي منهما، بل نتيجة ضغوط مورست عليهما. وأضافت ندى زيدان: فكرة الطلاق أتت لمصلحة ابنتنا، لو لم تكن عيون موجودة كنت سأبقى إلى جانب الفنان جورج وسوف، إنما أحيانا الظروف ممكن أن تضطر الواحد أن يضحي بشيء مقابل شيء آخر. وبعد انفصال الفنان جورج وسوف عن ندى زيدان، غادر قطر ولم يتمكن من زيارتها طوال السنوات الماضية، لكنه كان على تواصل مع طليقته وابنته عبر الهاتف فقط. وكانت المرة الأولى التي يرى فيها سلطان الطرب ابنته عيون خلال هذه الزيارة، وكانت تبلغ من العمر 4 سنوات. ويذكر أن الفنان جورج وسوف تزوج للمرة الأولى من السيدة شاليمار شبلي عام 82، وأنجب منها 3 أبناء، وهم وديع وحاتم وجورج الصغير. واستمر هذا الزواج 30 عاما، وحدث الانفصال في عام 2010، إلا أن طلاقا رسميا لم يحدث. وشاركت طليقة الفنان السوري جورج وسوف ساقة الراليات الفلسطينية القطرية ندى زيدان متابعيها صورا حديثة لطفلتهما عيون ذات 7 أعوام. ونشرت ندى زيدان صورا ومقطع فيديو ظهرت فيها وهي تمارس رياضة الرماية مع طفلتها عيون بمناسبة عيد الأم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وأرفقت ندى زيدان الصور برسائل مطولة تحدثت فيها عن تجربة الأمومة والمصاعب التي واجهتها وتغلبت عليها، مؤكدة أن الإنجاب والتربية ليس أمرا سهلا أبدا. وأكدت ندى زيدان في رسالة وجهتها إلى كل أم أن الأمومة ليست نظرة الآخرين لها وانطباعهم عنها، إنما هي كيف يراها طفلها وكيف ينظر إليها. وكتبت طليقة الفنان سلطان الطرب جورج وسوف في رسالة هي الأخرى: أنا الأم، أنا المرأة العاملة، أنا الرياضية المحترفة، أنا لها يوم أم سعيد على الجميع. وتحدثت ندى زيدان في تدوينة أخرى عن تجربتها مع الأمومة
التي بدت عندما كانت في عمر 38 عاما من عمرها، ولم تكن قد فكرت من قبل بالأمر. لافت إلى أنها واجهت وقتها الكثير من المصاعب، دخلت في حالة اكتئاب وازداد وزنها 30 كيلوغراما، وعانت من خمول في الغدة الدرقية، واحتاجت فترة طويلة للعودة إلى وضعها الطبيعي. وأضافت أنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة، حيث واجهت حينها صراعا بين الماضي والحاضر، لكن نصيحة من أحد الأصدقاء أعادتها لطبيعتها. فاحتضنت طفلتها وقررت العيش معها بكل لحظة، ورمت الماضي ورائها، فخرجت من دائرة الصراع وحالة الاكتئاب، وعادت لها نفسها وسعادتها. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.